السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هكلمكم على موضوع خاص بالـ definition of biotechnology أو الـ concept of biotechnology، مفهوم الـ biotechnology. طبعاً مصطلح الـ biotechnology قد يتصور البعض إن هو مصطلح حديث، هو في الواقع قديم قدم الإنسانية يعني أو قدم البشر. المصطلح لو تبصوا فيه كده تلاقوه مكون من مقطعين، بايو ودي جايه من كلمه لاتين اسمها بايوس ومعناها لايف، وتكنولوجي معناها ميثودولوجي يعني طرق عمل الاشياء. المصطلح ده لما تم تقديمه حديثا بصوره يعني مودرن اثار كونفيوجن او خلط بين العامه وكثير من الخاصه. النهارده هنحاول نخوض في هذا المصطلح ونفسر جوانبه المختلفه، وان شاء الله يعني نخرج من الحلقه دي بكم من المعلومات يعني يفي بالغرض. يعني البايوتكنولوجي الكونفيوجن اللي سببه كان بسبب يمكن وجود كلمه تكنولوجي في المصطلح، لان الناس اعتادت تسمع كلمه تكنولوجي على الحاجات غير الحيه زي تكنولوجيا صناعة الزجاج، تكنولوجيا الطائرات، تكنولوجيا الترانزستور وهكذا. إنما تكنولوجيا حيوية، بايوتكنولوجي يعني إيه بايوتكنولوجي؟ حيبان النهاردة إيه هو المقصود بكلمة بايوتكنولوجي. إيه رأيكم لو تصورنا علشان نفهم مفهوم هذا المصطلح، نتصور إن إحنا عندنا مثلا مصنع لإنتاج الهاند باجز اللي هي شنط اليد. المصنع ده كفاكتوري، ده اندستريال سيستم، نظام صناعي. اي نظام صناعي بيبقى محتاج انبوتس، مدخلات، علشان يديلك الاوتبوت او المخرج بتاعه. المخرج بتاع هذا المصنع هو الشنطه، شنطه اليد. طب ايه اللي متوقعين ان المصنع ده محتاجه عشان يديهوله عشان يطلع لنا هذا البرودكت او هذا الاوتبوت؟ بالتأكيد هيبقى عايز ليذر اللي هو الجلد، هيبقى عايز سترينجز اللي هي الخيوط، هيبقى عايز باكلز اللي هي التوكة بتاعت الشنطة، هيبقى عايز زيب فاستنرز اللي هي السوست. داخل المصنع بقى بياخد هذه الانبوتس مجموعة من العمال والفنيين اللي بيقصقصوا فيها ويفصلوها ويشكلوها ويلزقوا بعض اجزائها ببعضيها، ثم يجمعوا هذه الاجزاء جميعا علشان ينتجوا لك الشنطه. فيبقى الشنطه هو الفاينل برودكت او الاوتبوت بتاع هذا المصنع. لو احنا شلنا هذا المصنع وجبنا مصنع تاني وليكن مصنع سيارات مثلا، زي ما احنا شايفين كده في السلايد اللي قدامكم، البرودكت او الاوتبوت بتاع هذا المصنع هو السياره. السياره علشان تنتج من هذا المصنع عايزه انبوتس تخش فيه. انبوت زي مين؟ زي الميتال شيتس مثلا اللي هي رقائق المعدن اللي بتعمل منها هيكل السياره، عايزه تايرز اللي هي الاطارات بتاعه العجل، عايزه فابريكس اللي هي القماش اللي بيتعمل منه المقاعد، عايزه جلاس علشان يتعمل منه الازاز والشبابيك، عايز واير علشان يتعمل منه نظام الكهرباء اللي في العربية وهكذا إلى آخره. يعني في الآخر داخل هذا المصنع هيتم نفس العملية اللي تمت في مصنع الشنط، ويدي لك الأوتبوت الأخراني هو الكار. إيه رأيكم بقى لو شلنا هذا المصنع وحطينا بداله نبات قصب السكر، شوجر كين يعني بلانت؟ الشوجر كين بلانت يعتبر مصنع لإنتاج السكر، انما الانبوتس اللي عايزينها تخش فيه مختلفه عن الانبوتس اللي فاتت. لا هو عايز ميتال شيتس ولا عايز تايرز ولا عايز جلاس ولا حاجه من دي، هو عايز انبوتس تناسب انتاجه. هو عايز زي ايه مثلا الانبوتس؟ زي السن انرجي اللي هو اللايت انرجي اللي هي الطاقه الشمسيه اللي جايه من الشمس، عايز كربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون الغاز اللي بيعمل منه اكله، عايز ووتر H2O، عايز مينرالز معادن غذائيه، ياخد الكلام ده كله ويدي لك في الاخر السكر زي ما هو باين قدامك في السلايد.
طبعا نبات قصب السكر اللي اسمه العلمي ساكارم اوفيشينارم، هذا النبات يعتبر مصنع بيولوجي، هو انتج لك الاوتبوت اللي هو الشوجر اللي هو السكروز اللي احنا بنحلي بيه الشاي في البيت. هذا المنتج مش هو المنتج الوحيد لهذا المصنع، يعني مش هو ده الاوتبوت الوحيد، في اوتبوتس اخرى. يعني مثلا بعد ما بيستخلصوا عصير القصب عشان ياخدوا منه السكر بيفضل التفل بتاع القصب، زي ما انت بتمص مثلا عقلة قصب بيفضل التفل منها، هذا التفل تركيبه اساسا سليلوز، يعني الغالبية فيه سليلوز، ممكن يستعمل لصناعة الورق وده بيحصل فعلا، ممكن يتكبس ويتعمل خشب حبيبي، ممكن ناخد بقايا في نهاية عملية استخلاص عصير القصب عشان ناخد منه السكر، بيفضل بقايا اللي بتستعمل في عمل العسل الاسود، ممكن ناخد بعض النواتج الاستخلاص اللي فيها ما زال السكر ونعمل منه كحول بالفرمنتيشن او بالتخمر، وبيتعمل منه الروائح اللي هي الديودرانس والبرفيومز. طيب يبقى اذا ممكن يبقى فيه اكثر من اوتبوت لمين؟ للمصنع. طيب لو شلنا احنا بقى نبات قصب السكر وجبنا بداله بقره كاو، يعني الاسم العلمي للكاو زي ما انتم عارفين بوستورس، هذا الكاو او هذه الكاو هي عباره عن بيولوجيكال سيستم، نظام بيولوجي، مصنع لانتاج منتج. مين هو المنتج اللي احنا عايزينه من البقره؟ بالتأكيد عايزين منها لحمة، عايزين منها لبن، عايزين منها جلد نعمل منه الأحذية والشنط. يبقى دي الاوتبوتس بتاعت هذا المصنع. طب المصنع ده عايز انبوتس، عايز ايه؟ عايز كلافر اللي هو البرسيم، عايز الووتر، عايز يمكن ميوزك، مزيكا. على فكرة بالمناسبة بعض البحوث اثبتت ان الابقار لما تسمع موسيقى انتاجها في اللبن يزيد. طيب يبقى اذا يعتبر ده زي ما اتفقنا بيولوجيكال سيستم، مصنع لانتاج المنتجات اللي احنا عايزينها. ايه رايك لو شلنا البقره وحطينا هاني بي؟ هاني بي اللي هي ايه؟ نحله انتاج العسل، نحل العسل ده نوع من الحشرات كلكم عارفينه. ده عايز ايه علشان ينتج لنا العسل؟ عايز بي هايف، عايز خليه يعيش فيها، عايز شيد، عايز حته ظل ما تحطهاش في الشمس، عايز نكتر اللي هو الرحيق اللي بيروح يحصل عليه من الازهار، عايز بيز واكس شمع بيسموه شمع النحل العسل، عايز دي باجينج يعني عايز ترعاه وتشيل منه الطفيليات اللي ممكن تاثر على انتاجه. كل هذه العوامل اللي هي الانبوتس بتجعل هذا المصنع اللي هو نحله العسل الحشره دي تدي لك المنتج النهائي اللي هو الاوتبوت، هتدي لك هاني اللي هو العسل الابيض، هتدي لك بيز واكس، هتدي لك رويال جيلي اللي هو الجيلي الملكي، هتدي لك بروبوليس وده نوع من المنتجات بتاعت حشره نحله العسل. طيب لو شلت انا الحشره وحط بدلها مايكرو اورجانيزم، يبقى اذا مش كل الكائنات الحيه اللي ممكن استعملها في البايوتكنولوجي تبقى كائنات كبيره زي اللي انا قلتها، ممكن تبقى كائنات ما تشافش بالعين زي البكتيريا مثلا. تعال نبص كده ازاي بنعمل الزبادي. بنعمل الزبادي عن طريق بكتيريا معينه اسمها ستريبتوكوكس ثيرموفيلس، وواحده تانية اسمها لاكتوباسيلس دلبريكياي سب سبيسيز بولجاريكاس. هذه البكتيريتين ستريبتوكوكس بتبقى عامله زي العقد بتاع السيدات، اما لاكتوباسيلس بتبقى عصويات طويله زي القلم الرصاص. فالبكتيريتين دول بنحطهم في اللبن، فدول يعتبروا مصنع لانتاج منتج اسمه اللاكتيك اسيد. فبنحطها في اللبن، بتاخد ايه من اللبن؟ الانبوتس اللي بتخش في خلايا هذه البكتيريا، بتاخد ووتر اللي موجود في اللبن، بتاخد سكر اللاكتوز اللي هو سكر اللبن، بتاخد المينرالز المعادن اللي دايبه في اللبن، بتاخد الفيتامينز اللي موجود في اللبن، بتاخد الكاسين. الكاسين اللي احنا بنسميه بالعربي كازين، هو النطق السليم كاسين اللي هو البريتش انجلش يعني. فالنتيجه النهائيه ان البكتيريا دي بتستهلك هذه المدخلات وتدي لك منتج، المنتج عباره عن اللاكتيك اسيد، ده حامض.
الحامض ده لما بيتراكم في اللبن بينزل درجة البي اتش، يعني بيرفع الحموضة. لما يوصل للبي اتش 4.6 4.6 ده بيسموه الايزو الكتريك بي اتش، او بي اتش التعادل الكهربي للكاسين. الكاسين ده اللي هو بروتين اللبن، فيترسب ويتجلط ويعمل لك زي الجلطة كده اللي احنا بنسميها الجبنة، او لو اتعمل بالطريقة المعينة دي بيدي لك اليوجورت او الزبادي اللي احنا عارفينه ده. فيعتبر الزبادي هو المنتج لهذه العملية. انا عايز اوري لك ان البيوتكنولوجي قصة قديمة وعصرناها واشتغلنا بيها وكل حاجة قبل الناس ما تنتبه للمصطلح يعني. طبعا مش كل منتجات البيوتكنولوجي منتجات تستهلك، احيانا تبقى خدمة. يعني مثلا بص السلايد دي اهو، ده العرباجي ده ممكن يدعي ان هو بيوتكنولوجيست، يعني خبير بالبيوتكنولوجي وبيعمل بالبيوتكنولوجي، وهو كذلك فعلا. العرباجي اللي عنده حمار بيربيه وبيستعمله، ده بايوتكنولوجيست متخصص في البايوتكنولوجي، لان الحمار ده مصنع بايولوجيكال سيستم، نظام بيولوجي، يعني كائن حي. هذا الكائن الحي بياخد ايه الانبوتس اللي بتخش له؟ بياخد كلافر اللي هو البرسيم، بياخد ووتر، بياخد رابورت. رابورت يعني حنيه وطبطبه وود كده، يبقى بينه وبين العرباجي او صاحبه نوع من الود، يطبطب عليه فيخليه مستعد ان يعمل اللي هو عايزه. طبعا الحمار هيدينا ايه؟ ما احنا ما بناكلش لحم حمير، يعني ما فيش حاجه بتطلع منه بتتاكل، ولا بنشرب لبنه، انما بناخد خدمه منه. يا اما نركبه يوصلنا حته زي ما هو في الفلاحين كده المزارعين بيركبوه، يا اما مثلا يجررنا اثقال زي العربيات. فيبقى اذا رغم ان النشاط ده نشاط بايوتكنولوجي ويدخل ضمن نطاق البايوتكنولوجي، انما لا يعطينا سلعه نستهلكها ولكن يدينا خدمه. ولكن علينا ان ننتبه هنا، ليس كل نشاطات البايوتكنولوجي نبيلة المقصد، بل قد تكون خبيثة. يعني انتوا عارفين ان في بعض العلماء في بعض الدول بتعمل في المعامل، علماء بتوع مايكروبيولوجي، بتوع كائنات دقيقة، وبيربوا بكتيريا شديدة الخطورة. البكتيريا دي اسمها كلوستريديوم بوتشولينم. هذه البكتيريا بتفرز سم، هذا السم اسمه بوتشولين. ربنا يكفينا ويكفيكوا شر. ده سم نيورو توكسين بيسموه، يعني سم عصبي. لو واحد خد منه حتة يعني أصغر كمية ممكن تتصورها، خد الرقم المفاجئ ده، جرام واحد من هذا السم يموت مليون إنسان، مليون واحد. يعني لو، ولذلك بيستخدموه في البيولوجيكال وورفير اللي هو الحرب البيولوجية. يعني لو عطوا واحد انتحاري كده تلات اربع كبسولات زي الكبسولات اللي بناخدها بتاعت الدواء دي، ويروح يتسلل ويخش على السيتي ووتر اللي هي شركة المية، ويروح موقعهم جوه المية بتاعت المدينة، كل سكان المدينة ممكن يموتوا. فهو سم خطير جدا. هو نيوروتوكسين. يعني ايه نيوروتوكسين؟ هو بيمنع افراز الاسيتايل كولين، ولذلك لو واحد تناوله يجي له شلل باراليسز على طول. ليه؟ لان انتوا عارفين ان الخلايا العصبيه، انا هنا هو ممكن امثلها لكم بالمنظر ده. لو الخليه العصبيه خليه طبعا جسمها بيبقى هنا اللي هو السيل بودي هنا اهو، وطالع منها اكسون طويل، محور طويل، وبعدين في نهايته تفرعات زي الشجرة كده يسموها تيلو دندرايتس، ويسموا المحور الطويل ده الأكسون. الخلية العصبية طويلة، ممكن يبقى طولها متر على فكرة، صدق أو لا تصدق، خلية في جسم الإنسان طولها متر. الخلايا دي بتترتب إزاي في جسم الإنسان؟ دي عاملة زي الأسلاك بتاعت الكهرباء، والسويتش اللي بيوصل، والسنترال اللي بيحكم الاتصالات داخل الجسم. ولذلك تلاقي الخلية طويلة علشان الاستراكشر يناسب الفانكشن،
التركيب يناسب الوظيفة. فتلاقي الخلية اللي بعد منها عاملة كده بنفس الترتيب. إذا كان دي دماغها هنا ورجلها هنا اللي هي بيسموها التيلو دندرايتس بتبقى متفرعة زي الشجرة كده، تلاقيها متفرعة زي الشجرة على البودي بتاع النيورون اللي بعديها، والنيورون اللي بعديها مكملة بقية السلك. إنما بين الاثنين في كليفت، في شقة هو مش متصلين ببعض، يعني مش لازقين، في مسافة. المسافة دي ما ليها محلول اللي بيسموه الانترستيشوال فلويد، المحلول اللي بين الخلايا وبعضين. فانت لو هتستيميوليت تشك مثلا واحد بابره كده في حته في جلده يكون قريبه من البودي بتاع السيل، يقوم يحصل لها تنبيه. التنبيه ده بيؤدي الى خلق كهرباء هنا، يحصل حاجه بيسموها الديبولاريزيشن، والكهرباء تجري على طول الاكسون الطويل ده، بيسموها النيرف امبلس او النبضه العصبيه. النبضه العصبيه لما توصل للاخر كده في مسافه بين النيورون دي والنيورون دي اللي بعديها، هذه المسافه بيسموها الكليفت او السينابسز. السينابسز هذه السينابسز الكهرباء اللي وصلت لغايه هنا ما تقدرش توصل للنيورون اللي بعد السينابسز، فتعمل ايه؟ تروح جايه منزله ماده كيميائيه اسمها الاسيتايل كولين، ده النيورو ترانسميتر، هو اللي ينقل النبضه العصبيه، يوصلها من الخليه اللي قبل السينابسز قبل الفراغ بيسموها بري سينابتيك نيورون، ودي الخليه اللي بعد السينابسز يسموها البوست سينابتيك نيورون. يبقى اذا الكيميكال ده اللي هو الاسيتايل كولين هو ده اللي بينقل النبضه العصبيه من نيورون لاخرى. الاستاذ ده اللي هو البوتشولين بيوقف افراز الاسيتايلكولين، وبالتالي النبضه العصبيه لما توصل في الاخر للعضله بتاعت ايدك مثلا اللي اتشكت، العضله لازم تنقبض عشان تشيل ايدك بعيد عن الشكه، فما تنقبضش يحدث شلل في العضله على طول. هو ده المشكله. بالمناسبه ما دام جبنا سيره البوتشولين، هتستعجبوا ان البوتشولين بيستعملوه اطباء التجميل. اطباء التجميل، انت عارف بعض الناس لما بيكشكش وشه كتير او سنه يكبر فيبدا تجاعيد الوش يبان، وبين الحاجبين احيانا بيطلع حاجه بيسموها الفراو لاينز او خطوط التجاعيد نتيجه انك انت بتقرب حواجبك لبعضيها اللي بيسموها ال انقباض العضلات في المنطقه دي، فبتؤدي الى نشوء هذه الايه؟ هذه التجاعيد. يقول لك بيقدم بين حواجبه وبعضيها، فدي حلها انك انت يتحقن العيان بتركيز، او يعني الشخص اللي عنده المشكله دي بتركيز ضعيف جدا من البوتشولين. بتتحقن، وطريقه التريتمنت دي مشهوره قوي بين الناس اللي هم اللي بيتقدموا في السن ويحبوا وشهم يتفرد، اسمها البوتوكس تريتمنت. البوتوكس تريتمنت فبتتحقن بسم البوتشولين عشان يعمل باراليسز او شلل في العضلات اللي هي بتعمل الفراو لاينز دي. تصوروا بقى. ومن ضمن الفوائد بتاعتها ان في ناس بتعرق كتير قوي من البلم من كف الايد، واحيانا تعرق جامد قوي من الارم بيت اللي هو الابط، فتعرق جامد قوي وبتبقى محرجه جدا ليهم، لان القميص بيتبل وبيبقى او البلاوز بتتبل ويبقى المنظر مش حلو. فبيروحوا للاطباء بتوع التجميل ويحقنوهم بالبوتشولين في مواقع عديده في المنطقه اللي بتعرق كتير، فيشلوا العضله اللي بتضغط على السويت جلاند اللي هو الغدة العرقية فتمنعها من انها تطلع العرق. على اي الاحوال كل اللي فات ده احنا ممكن نلخصه بالسلايد اللي جاية دي، ان احنا البيوتكنولوجي بيشمل استعمال نظام بيولوجي اللي هو بيولوجيكال سيستم، ايا كان بقى نبات قصب، بقرة، حشرة نحل، عسل، بكتيريا حمار زي ما قلنا، ايا كان هذا البيولوجيكال سيستم محتاج لانبوتس، فممكن نقوله في انبوت 1 و2 و3 اتسترا الى اخره، وهذا البيولوجيكال سيستم يديلك الاوتبوت. ادي الخلاصه.
فاحنا عشان نماكسمايز الاوتبوت لازم نوبتمايز الانبوتس، وبمعنى اخر علشان تعظم المنتج لازم توصل بالانبوتس المدخلات الى القيم المثلى بتاعتها. فتستخدم افضل كمية من المية، تستخدم افضل كمية من المينرال، لا هي عالية ولا هي واطية، تستخدم درجة الحرارة، كل دي انبوتس بتخش البيولوجيكال سيستم وبتأثر في انتاجه. تستخدم درجة الحرارة الاوبتيمم، لا هي عالية ولا هي واطية، لان لو عالية قوي السيستم هينهار، لو هي واطية قوي السيستم هينهار وهيتأثر الاوتبوت. وبالتالي احنا بنقول to maximize the output you have to a optimize the inputs. بالمقدمة البسيطة دي السهلة نقدر نعرف كلنا مع بعض دلوقتي ايه هو المقصود بالبايوتكنولوجي. البايوتكنولوجي هو العلم الذي يهتم بطرق استعمال النظم الحيوية كائنا حيا كان او جزء منه. يعني انا ممكن بعض الانشطة البايوتكنولوجية ممكن اجيب خلايا من كائن معين واستعملها كمصنع لانتاج منتج معين، وبالتالي انا ممكن اخد جزء من الكائن وليس كله. ولهذا السبب بنقول ان العلم الذي يهتم البايوتكنولوجي هو العلم الذي يهتم بطرق استعمال النظم الحيوية كائنا حيا او جزءا منه لانتاج منتج مفيد او خدمة مفيدة او منتج دار او خدمة دار. ادي تعريف البايوتكنولوجي في ابسط تعريفاته. المشكلة هنا ايه؟ ان البايوتكنولوجي ده بايوتكنولوجي تقليدي، يعني الراجل اللي بيعمل زبادي في محل الالبان ده راجل بتاع بايوتكنولوجي، بس البايوتكنولوجي بتاع اليومين دولي مش هو كده. ده العملية دخلت في تعقيدات رهيبة هنشوفها بعد شوية. فعلى اي الاحوال البايوتكنولوجي بصورته التقليدية دي الكونفنشنال بايوتكنولوجي محدود بمحدودية او بقدرة البيولوجيكال سيستم على الانتاج. يعني البيولوجيكال سيستم ليه قدرة انتاجية بعد منها لا يمكن تدفعه الى انتاج المزيد، هو كده. فتعالى خد القصب مثلا كمثال. القصب لو تصورنا جدلا ان اقصى تركيز سكر ممكن تحصل عليه من نبات القصب او نبات القصب بيحتوي 20% مثلا من وزنه سكر. طيب انا علشان احسن التركيب الوراثي لهذا النبات عشان ازود انتاجه، هزود انتاجه ازاي؟ ما عنديش حل او ما كانش في حل عند العلماء لغايه وقت قريب الا ما يعرف بالconventional breeding، التربيه التقليديه، ان انا اجيب النبات ده وهجنه مع نبات انتاجيته احسن فازود اعمل صنف جديد محسن وراثيا انتاجه افضل، اديله نفس المدخلات يديني انتاج افضل. يبقى هي دي الوسيله اللي احنا بنحسن بيها مين؟ انتاجيه النظام الحيوي اللي احنا بنتكلم عليه. مشكله الكونفنشنال بريدنج انها لازم تتم بين افراد النوع الواحد، اي انها عمليه مقيده بشروط، لازم التهجين يتم بين فردين من نفس النوع. تعال نشوف القصة دي ازاي. انتوا عارفين ربنا لما خلق الكائنات الحية خلقها في ما يعرف بالسبيشيز او السبيسيز، انواع، النطقين على فكرة صح، سبيشيز او سبيسيز. فاتصوا انواع، يعني خلق القطه وخلق الفار وخلق البني ادم وخلق نبات الخس وخلق التعبان، يعني خلق الكائنات الحيه انواع مختلفه. فلو تصورت معايا ان احنا فضينا سطح الكره الارضيه كله من السكان وكل الدول ما بقاش فيها سكان، فضيناها من سكانها وجينا على مصر حطينا البني ادمين بس، وجينا على السعوديه حطينا الحمام، وفي ليبيا حطينا العصافير، وفي الجزائر حطينا السمك مثلا. يعني بهذه الصورة هيبقى كل بلد عبارة عن بوبوليشن منسجم من نفس النوع. البوبوليشن بتاع مصر ده بني ادمين وبس، البوبوليشن بتاع السعودية حمام وبس. هتلاقي ان بين هذه الدول حدود وهمية
بتمنع الانواع انها تتزاوج من بعض. مفيش انتر سبيسيفيك كروسز، مفيش تهجين بين الانواع. التهجين فقط او التزاوج فقط بين افراد نفس النوع. يعني راجل يتجوز ست، مثلا حمامة تتجوز ذكر يتجوز انثى، قطة تتجوز قط، سمكة تتجوز ذكر سمك، وهكذا. فداخل النوع، ولذلك بيسموها انترا سبيسيفيك كروسز او كروسنج، يعني تزاوج داخل النوع. لا يمكن نوع يتجوز نوع تاني الا بالغلط، وعندنا الحالات دي. ولو حصل العيل اللي يجيبوه او النسل اللي يجيبوه يطلع عقيم غالبا. امسك مثلا حالة الميول زي السلايد اللي قدامك دي. الميول ده عبارة عن ايه؟ الميول ده اللي بنسميه احنا بالعربي البغل. البغل ده جاي من ايه؟ من تزاوج حمار ذكر، يعني الراجل حمار والست حصان، يعني حمار مع حصانة يدي لك البغل. في نوع تاني لو عكست بقى يدي لك الهني اللي هي منظره قدامك. الهني ده اللي هو احنا بنسميه بالعربي السيسي. السيسي ده بيبقى الذكر، الاب بيبقى حصان، اما الام تبقى حماره. في نوع تالت ناتج برضو تزاوج انواع مختلفه اللي هو بيسموه الزنكي. الزنكي ده نتيجه زواج حمار وحشي اللي هو الزبره، وده الراجل يكون حمار وحشي والست تبقى حمارة من الحمير العجين اللي احنا عارفينه، يدي لك زونكي. ولذلك واخدين الحرف زد الاولاني من كلمة زونكي من الزبرة، يعني معناها حمار وحشي. وأونكي اللي هي بقية الحروف جاية من دونكي، واخدين الحروف الخمسة الاخرين من الدونكي. الحالة التانية اللي قدامك دي غلطة برضو، بيسموه الجيب. الجيب اللي هو او احيانا بعض الناس يعطشوا الجيم يسموها جيب، فده بس هي بتتنطق جيب. الجيب دي عبارة عن ايه؟ الراجل معزة، الذكر معزة، والانثى خروف اللي هي نعجة يعني. فيقوم يقول لك جيب. الجي جاية من جوت، جوت يعني معزة، وايب جاية من شيب اللي هي الثلاث حروف الاخرانيين من كلمة شيب يعني خروف، فيقول يوم ينتج الجيب. الجيب ده عقيم، بس احيانا بيبقى خصب يعني، بس ما يقدرش يدي اجيال متتالية كتيرة يعني. لازم علشان تعمله من جديد لازم تلقح معزة مع خروف من تاني. مثلا السلايد اللي قدامكم دي اللي بيسموه اللايجر، صدق او لا تصدق. ده ذكر اسد تزوج مع انثى نمر. الاسد اسمه لايون بالانجليزي، فاخدوا الحرفين الاولين لايجر، الحرفين الاولين من لايون، والثلاث حروف التانيين جر من تايجر، فعمل لايجر. ولذلك تلاقي منظره عامل زي ايه؟ عامل زي ما يكون اسد بس مخطط زي النمر، لان الاب اسد. لو كان الاب نمر واتجوز انثى الاسد اللي هي اللبؤة، يقوم يديلك تايجون. يبقى المنظر العام تايجر يعني نمر، بس عليه الهيكل او المظهر مظهر اسد، الشكل العام يعني. ولذلك بياخدوا الثلاث حروف الاولانيين من كلمه تايجر، والحرف الاخراني او ان، او الحرفين الاخرانيين من اخر حرفين في كلمه لايون، وهكذا. لذلك كان يجب علشان نحسن القصب ونرفع مستوى السكر من 20 لأكتر، لازم ندور على قرايب السكر، قرايب قصب السكر. نلاقي قرايبه فين؟ العلماء عارفين مكان قرايبه. طلع مكان قرايبه فين؟ انت عارفين قارة استراليا في المحيط الهادي على اليمين كده في الخريطة بتاعت العالم، استراليا كده على اليمين لتحت، فوق منها في جزيرة شكلها عاملة زي البطاطاية، تخينة من نص ورفيعة من ناحيتين، دي بيسموها يعني هي الجزيرة دي نال في الواقع بيتبع جزر اندونيسيا، نصها اليمين دولة مستقلة اسمها بابوا نيو جيني اللي هي غينيا الجديدة.
هذه الغنية الجديدة هي المنشأ بتاع القصب. كل قرايبه هناك. لما تزور الجزيرة دي تلاقي ان هذه المنطقة كلها غابات استوائية، غابات ممطرة قصدي، فالغابات الممطرة على طول تمطر حتى في الصيف، ولذلك الفيجيتيشن او الخضرة هناك شديدة، يعني تخاف تقف هناك مدة طويلة جايز النباتات تنمو عليك. هذه المنطقة فيها القصب بس قرايب القصب بس عايشين بطريقة برية كده في الغابات. فالعلماء بيروحوا ممكن تلاقي قريب القصب، انتوا عارفين نبات القصب العود ممكن يبقى تخن كده وارتفاعه يمكن 7 متر. 7 متر انت عارف قد ايه؟ يعني اكتر من 3 ادوار في عمارة. عشان كده بعض الناس بيستخبوا فيه في صعيد مصر. ولذلك القصب يعني بعض الاصناف بتبقى ضخمه قوي. القصب قريبه بقى هتلاقيه عامل زي القلم الرصاص، ما يعلوش عن كده يعني عده كذا سنتيمتر، يعني طول المسطره ورفع صبعي كده، تيجي ملوش قيمه اقتصاديه، تمصه ما تلاقيش يعني نقطه سكر فيه، ما ملوش قيمة اقتصادية، بس عنده ميزة غير موجودة في غيره. نبات القصب العادي بتاعنا اللي هو التجاري اللي احنا بنزرعه الكالتيفيتد المزروع، يعني نبات صفاته الاقتصادية عظيمة جدا وبيدينا سكر وقطر الساق كبير وارتفاعه كبير اقتصادي، انما مشكلته مشكله. كان عندنا صنف لغايه قريب اسمه السي 9 صنف قصب، وبس كان شديد الحساسيه للاصابه بفيروس اسمه شوجر كين موزايك فيروس. فيروس موزايك الشوجر كين لما يصيب نبات القصب يخلي الورقه بتاعته بدل ما هي خضره يونيفورم كده منتظمه يخليها مبقعه حتت خضره وحتت صفراء، حتت خضره وحتت صفراء. طبعا اصفرار الاوراق بيمنعها من عمل التمثيل الضوئي اللي بتعمل منه السكر، فانتاجيه السكر تنخفض. وبعدين الفيروس بيموت النبات في خلال اسابيع قليله. تيجي تحط الفيروس ده على النبات البري قريب قصب السكر، ما ولا كأنه يمكن يطلع له لسانه، ما مش همه منه، لا يصاب بهذا الفيروس. يبقى اذا بالتاكيد في الماده الوراثيه بتاعته فيها جين، هذا الجين بيكسبه صفه مقاومه المرض او مقاومه هذا الفيروس. اما نبات القصب بتاعنا الكالتيفيتد اللي احنا زارعينه ده قابل للاصابه بالمرض، وبالتالي ما عندهوش هذا الجين. يا ريت نحصل على هذا الجين من النبات البري اللي ملوش قيمه اقتصاديه ونجيبه وندخله في الصنف بتاعنا ونعمل صنف جديد مقاوم للاصابه بالفيروس، يبقى بدل الفيروس ما هينزل ال 20% سكر الى اقل ويمكن ما ناخدش سكر خالص، يبقى اذا احنا هنزود انتاج السكر لو احنا اكسبنا النبات المزروع بتاعنا صفه المقاومه للمرض، لهذا المرض بالتحديد. فكانوا الناس بيعملوا ايه؟ كان التربيه التقليديه دي اللي كانت متبعه، يجيبوا نبات القصب الكالتيفيتد بتاعنا اللي هو ذو الصفات الكويسه التجاريه، ونجيب النبات قريبه اللي هو البري اللي عايش في البريه يعني، ونعمل لهم ايه؟ كروسنج، لان دولي ممكن نعمل بينهم كروسنج، يعني ايه؟ تلقيح وتهجين. فانا عايزك تتصور معايا لو شبهنا كل الجينات الحلوه اللي في النبات الاقتصادي بتاعنا القصب بتاعنا بانها 52 جين بنفس عدد الكروت بتاعه الكوتشينا، يبقى احنا عندنا كوتشينا كل ورقها جديد الا ورقه واحده اللي هي الجين الخاص بتاع مين؟ صفه المقاومه لهذا الفيروس. الجين ده تعبان بايظ فديفكتيف يعني معيب، فتلاقي الورقه بتاعته ورقه اللي هي ممثله للجين قديمه وبايظه. طب انا يا ريت لو انا اشيل هذه الورقه وارميها واجيب ورقه تانية جديده وادخلها، الاقي فين الورقه الجديده؟ الاقيها في النبات البري. يبقى النبات البري عنده 52 ورقه في الكوتشينا بتاعته تمثل الماده الوراثيه بتاعته او ما يطلق عليها الجينوم اللي هو مجموع الجينات اللي بيحتويها، كل جيناته وحشه ملهوش قيمه اقتصاديه، فكانها كوتشينه كل ورقها بايظ.
إلا ورقة واحدة جديدة اللي هي الصفة الديزايرابل أو المرغوبة عندي، وهي صفة المقاومة لهذا الفيروس. طيب أنا هجيب الجين ده إزاي؟ زمان، مش من زمان قوي يعني، من قريب كان العلماء ما عندهمش وسيلة، فكانوا يعملوا إيه؟ يجيبوا النبات البردي والنبات الاقتصادي ويجوزوهم مع بعض، فكأنهم خلطوا الكوتشنتين ببعض. لما يخلطوا الكوتشنتين ببعض يروحوا منقيين 52 كارت بعد ما يفنطوهم مع بعض، فالقديم يتلخبط مع الجديد، وبعد كده ينقوا 52 فيطلع، المرة اللي بعدها ينقوا 52 يرجعوا طبعا الورق اللي نقوه تاني وينقوا، فكل مرة يتعمل لك عيل ناتج من عملية التلقيح دي، فيبقى عندك جيل كل افراده الجينوم بتاعها ملخبط، جاي شويه من الاب وشويه من الام. ممكن يبقى الاب النبات الاقتصادي والام النبات البري او العكس، ما تفرقش، المهم ان احنا بنجوزهم مع بعض. فالعيل اللي هيطلع هيطلع كوتشينه جديده 52 ورقه بس متلخبطين، بعضهم ورق قديم وبعضهم ورق ايه جديد. انا بدور بقى في ناتج التلقيح ده والتهجين، ادور فين التوليفه، فين الكوتشينه ال 52 اللي فيها الجين بتاع المقاومه للمرض. طبعا هيكون معاه جينات وحشه كتيره، فاعمل فيه ايه؟ اروح واخد النبات ده والقحه، اعمل حاجه بيسموها الباك كروس. الباك كروس يعني اخده والقحه بالام اللي هي اقتصادية، اللي هي كل جيناتها او كل الكروتة بتاعت الكوتشينة بتاعتها جديدة، الا الكارت اللي هو قلنا عليه جين بتاع المقاومة اللي هو وحش ده، فاخلطه بالام وافنط واخد 52 ورقة جديدة تعمل لي كوتشينة جديدة. طبعا الجرعة بتاعت الورق الجديد هتزيد في العيل ده، هرجع اعمل له ايه؟ باك كروس، وافضل بالمنظر ده اعمل تلقيح باك كروس، وازرع اللي هيطلع لي، واسلكت، اسلكت يعني انتخب، اشوف مين اللي عنده جين المقاومه، اروح واخده جين المقاومه ومعاه شويه احسن اكبر عدد من جينات الايه؟ الصفات الاقتصاديه الكويسه، واروح اعمل له باك كروس، وهكذا لغايه ما انتهي في الاخر بكوتشينة كل كروتها بقت كويسة، بقت جديدة بما فيها، يبقى معنى ذلك ان كل الصفات الاقتصادية بقت موجودة في الفرد ده، وبما فيها الجين اللي انا جبته منين؟ من النبات البري اللي انا عايزه اللي هو بيسبب المقاومة لهذا الفيروس. هذه ده بيسموه برنامج تربية او بريدنج بروجرام. هذا البريدنج بروجرام بياخد من 17 ل 20 سنه وجايز اطول من كده في بعض المحاصيل، فبرنامج طويل وبيتصرف عليه ملايين الجنيهات، بس بتوصل في الاخر الى صنف جديد مقاوم للاصابه بفيروس مين؟ الشوجر كيموزايروس. المشكله دلوقتي ايه؟ انك انت الطريقه دي مكلفه وبتاخد وقت كتير زي ما احنا شفنا كده، فيا ريت كان عندي وسيله من الاول اروح مادد زي ما اكون معايا ملقط، اروح منقي الكارت النظيف من الكوتشينه الوحشه بتاعه النبات البري، اخد بس الجين اللي هو مسؤول عن المقاومه للمرض واروح مدخله جوه الكوتشينه الحلوه بتاعه النبات الاقتصادي بدل الكارت الوحش، وارمي الكارت الوحش، يا سلام، واروح عامل نبات جديد يكتسب مين؟ يكتسب فدي النقطة. فطبعا اللي مكن العلماء من انهم يعملوا العملية دي العلم الجديد اللي بنسميه الجينيتك انجينيرينج او الهندسة الوراثية. فالنهاردة يعني العلماء في المعامل بيقوموا بالعملية دي بمنتهى البساطة، بياخد الجين اللي هو مرغوب ويدخله، وهناك تكنولوجيا معقدة يعني لعمل ذلك. وعلى فكرة هذه التكنولوجيا مش بعيدة عننا، احنا بنعملها في معاملنا، وموجود في مصر معاهد علمية كتيرة للهندسة الوراثية وفي الجامعات، وأصبح الخيال العلمي النهاردة حقيقة يعني. أنا عايز بس يعني إيه
اوريكم كده ايه اللي بيحصل في الهندسه الوراثيه. النهارده ممكن زي ما قلت لكم ان احنا جبنا الانواع وبقت موجوده في دول منفصله، انا النهارده ممكن اخد مثلا الجين معين. انتوا عارفين الجين عباره عن ايه؟ الجين عباره عن الدي ان ايه، معمول من الدي ان ايه اساسا. يعني الدي ان ايه جزء عامل زي سلك النور كده، دبل ستراندد، مكون من شريطين، والشريطين ملفوفين على بعض كده عاملين زي سلك النور، هو ده الجين. فانا ممكن اجيب جين بتاع بني ادم واروح ربطه مع جين بتاع بكتيريا، بكتيريا زي البكتيريا بتاعت اشريشيا كولاي او اي كولاي اللي عايشه في المجاري وفي الامعاء بتاعتنا. باخد الدي ان ايه بتاعها واخد دي ان ايه من الانسان واربطه مع بعض واعمل جزء دي ان ايه جديد. دي بقى تقنيه الهندسه الوراثيه، اخر ما قالت اليه علوم البايوتكنولوجي، الوجه الحديث للبايوتكنولوجي. هو ده بقى المودرن بايوتكنولوجي، انك تعمل الشغل ده اللي هو لا يحدث في الطبيعه. فانا بجيب قطع الدي ان الجين اللي انا عايزه واربطه بقطع الدي ان ايه ثانيه وافصل جزء الدي ان ايه بطريقتي. هذا الجزء بيسموه ريكومبننت دي ان ايه، يعني دي ان ايه معاد توليفه، انا اللي صنعته بنفسي، وبيتسمى جينيتيكالي انجينيرد دي ان ايه، يعني دي ان ايه مهندس وراثيا. طبعا انتوا كلكم تسمعوا قصه الهيومن انسولين اللي هو الانسولين البشري. احنا بنروح نشتريه دلوقتي من الصيدليه بيسموه هيوميلين، وليه هيوميولين، وليه اسماء على فكره عديده تجاريه، بس ده احد الاسماء بتاعته. هذا الانسولين التجاري اللي انت بتشتريه من الصيدليه دلوقتي ده نتج من انتاج الانسولين البشري في بكتيريا المجاري. هتستعجبوا، انا بس يمكن عشان ابدا معاكم من الاول، انا عايزك تتصور معايا الصبح كده لما تاكل تشرب كوبايه شاي ومعاها بسكوتايه، لما بتاكل البسكوتايه، البسكوت ده عباره عن ستارش، اول ما بتاكله بتكسره في بقك، بتنزل عليه الدشاش اللي هي اللعاب ده من الغدد اللعابيه، في الامايليز الانزيم يكسر النشا اللي هو الجزيئات الطويله الى جزيئات اصغر، وتفضل تهضم فيه تبلعه وينزل تحت يجي على البنكرياس يفرز عليه انزيم تاني اسمه بنكرياتيك امايليز، يكسر السلسله الطويله اللي كانت عامله زي العقد دي اللي هي بيسموها النشا، اللي الوحده التركيبيه اللي هي الحبايه الواحده اسمها ستارش نشا، الحبايه الواحده اسمها جلوكوز ولا هي الفا جلوكوز، والجزء كله على بعضه اسمه ستارش. فلما بتاكله في بقك بيتقطع لحتت الى سلاسل اقصر، ينزل في الامعاء في الاثنى عشر، البنكرياس يفرز عليه الاميليز يكسره الى اصغر، يبقى حبتين كل حبتين مع بعض يسموه المالتوز، ينزل في الامعاء الدقيقه يتكسر الى سلاسل اقل، الى وحدات اقل اللي هي الجلوكوز اللي هي اصغر اللي هي الحبايه المفرده. فالعقد اللي انت كنت كلته اللي هو جزء النشا نزل تحت في الامعاء وبقى محلول سكري من سكر الجلوكوز. الامعاء بتمص السكر ده وبيرتفع فين؟ في الدم. تدوق دمك قبل الاكل تلاقيه ماسخ، تدوق دمك بعد الاكل تلاقيه حلو. ليه؟ لان السكر ارتفع في الدم. مين بقى اللي بيحس بالسكر ده؟ عضو زي اللسان كده تحت المعدة وراها شوية اسمه البنكرياس، اللي هو بيسموه عند بتاع اللحمة يسموه الحلويات. هذا البنكرياس بيدوق الدم كل شوية، أول ما الاقيه حلو يروح باخخ في الدم هرمون اسمه الإنسولين. الإنسولين يلف مع الدم ويخبط على كل خلية يقول لها الحقي التموين وصل، السكر وصل في العروق في الدم. فالخلايا تمص مين؟ تمص الجلوكوز، ويبقى كده ايه وصل الجلوكوز للخلايا تستعمله بقى في انتاج الطاقة والكلام ده، والطاقة تستعملها سعادتك في الكلام وفي المشي وكلام من ده، يجي عليك الظهر الجوع تروح تاكل من جديد والعملية تكرر نفسها. بعض الناس عندها الانسولين ما بيتفرصش، ولذلك بيسموهم عيانين بالسكر اللي هو الدايابيتيك بيشنتس، عيانين السكر دول، المرض ده بيسموه مرض البول السكري او الدايابيتس،
بيبقى عنده سكر، فالسكر ما الانسولين ما بيفرز، وبالتالي السكر لا يستهلك، يبقى موجود في الشوارع في الاوعيه الدمويه بس ما حدش حاسس، الخلايا بتاعت الجسم مش حاسس لان ما فيش انسولين. فكانوا بيعملوا يروحوا للحيوانات ياخدوا يستلفوا منها الانسولين، ياخدوا الانسولين ممكن ياخدوه من الخنزير مثلا، وده اللي كان بيحصل، ياخدوا الانسولين من الحيوانات ويحقنوا بيها العيانين، فاقول العيان ساعات يحقن نفسه فيبقى دخل الانسولين اللي كان البنكرياس بتاعه كان المفروض ينتجه. فاحيانا بعض الناس حساسه لان الانسولين مش انسولين بشري، دي جايه من حيوان، فكان جهاز المناعي عنده يرفضه ويحصل عنده الرجي، حساسيه ممكن يموت العيان فيها، يبقى هو بيعالج نفسه من السكر ويموت بالانسولين. فكان الانجاز الرائع في الهندسه الوراثيه عملوا ايه؟ قال لك راحوا للانسان والبنكرياس، وجم انتوا عارفين البنكرياس في جزر في داخل البنكرياس بيسموها ايلز اوف لانجرهانز، في ثلاث انواع من الخلايا، منهم نوع اسمه البيتا سيلز، البيتا سيلز هي اللي بتفرز الانسولين. فخدوا الجين من الكروموسوم بتاع البني ادم وليكن هو الجين ده المسؤول عن انتاج الانسولين، وراحوا رايحين لبكتيريا اسمها الايكولاي بتعيش في الامعاء بتاعتنا وموجوده في المجاري اسمها اشريشيا كولاي، خدوا البكتيريا دي وفتحوا جسمها. احنا عارفين البكتيريات فيها الماده الوراثيه بتاعتها اللي هي الدي ان ايه موجوده في برضو شكلها زي السلك كده دبل هيليكس، بس موجوده في شكل دائري كده بيسموها سايكليك دي ان ايه، وجابوا بكتيريا عندها كروموسوم بالاضافه للكروموسوم الرئيسي عندها كروموسوم مسحوط صغير، هو في الحقيقه اصغر من ده، حجمه قد كده تقريبا يعني 1/40 من حجم الكروموسوم الكبير. هذا البلازميد جزء صغير قوي بيسموه البلازميد، خدوا البلازميد ده وانا هكبره لكم شويه وهنعتبره عامل كده. راحوا فاتحينه، لما فتحوه ده الدي ان ايه بتاع البكتيريا بتاع البلازميد بتاع البكتيريا، جابوا الدي ان ايه اللي خدوه منين؟ من البنكرياس بتاع البني ادم وراحوا لحمينه هنا، ده الجين بتاع الانسولين، فاتلحم فعمل لك ريكومبننت دي ان ايه، دي ان ايه معاد توليفه، الاحمر ده كله جاي من البكتيريا، جينات بكتيريا كانت عايشه في المجال، والاصفر ده اللي هو الجين بتاع الانسولين بتاع بني ادم. اول مره نلاقي بني ادم يتجوز بكتيريا، لان انتوا عارفين اي واحد فيكم من الساده المشاهدين يعتبر ريكومبرنت دي ان ايه، دي ان ايه بتاعه ريكومبرنت دي ان ايه، دي ان ايه جاي من مصدرين، جاي دي ان ايه جزء جاي من بابا وجزء جاي من ماما، فالاثنين مع بعض عملوا ريكومبرنت دي ان ايه، انما الدي ان ايه ده ريكومبرنت دي ان ايه صناعي احنا اللي عملناه بنفسينا، مين اللي كان هيخلط الدي ان ايه بتاع بكتيريا عايشه في المجاري بدي ان ايه بتاع بني ادم؟ ولذلك نشا علم جديد اسمه الهندسه الوراثيه او جينيتك انجينيرنج، هو ده اللي ايه اخر ما توصلت اليه الهندسه الوراثيه، واصبحنا قادرين على اكساب اي كائن حي، اي جين عايزين نجيبوه من اي كائن حي اخر، تصور بقى. ولذلك الهندسه الوراثيه لغت الحدود بين الحدود الوهميه اللي هي بتمنع التناسل، لغيتها تماما وما بقاش في هناك فيزا دخول من دولة إلى دولة، بقت ممكن أجيب جين بتاع بكتيريا أحطه في سمكة وأجيب جين بتاع سمكة أحطه في حشرة والحشرة في السمكة. ولذلك دي عملت يعني أثارت جدل شديد حوالين شرعية هذا العمل، ويعني وأمانه الحيوي على الكائنات الحية. ولذلك نشأت بقى إيه يعني مجاميع من الناس معظمها يعني يبني آراءه على تعرف الناس أعداء ما جهلوا، فقعدوا بقى وفي بعض الـ NGOs اللي هي جمعيات الأهلية اللي هي بتناهض بحوث الهندسه الوراثيه، وطبعا ده كلام لا يليق ولا يصح لان العمليه مقننه جدا، وديك شايف
لما عيانين السكر يروحوا يشتروا انسولين بشري، لان اللي بيحصل بعد ما بتكون الريكومبرانت دي ان ايه ده وبتلحم جين الانسولين في البكتيريا، بتاخد البلازميد ده وتدخله جوه البكتيريا تاني، فحولت البكتيريا الى مصنع لانتاج الانسولين لانها هتكتسب الجين بتاع الانسولين، وهيبقى بقى الانسولين اللي هتكونه هذه البكتيريا انسولين بشري. ياخدوه بقى وينقوه يعبوه في ازايز زي اللي قدامك دي، انسولين بشري، تروح تشتريه تتحقن، العيان يتحقن بيه ما يحصلوش اي مضاعفات زي ما كان بيحصل مع الحيوان. طبعا الناس اللي هم مناهضين قعدوا بقى يشبهوا الهندسه الوراثيه انها هتخلق بقى مخلوقات زي البوبع. واحد تصور ان ممكن في المستقبل وانت بتلعب بالدي ان ايه والجينات بتاعه الكائنات الحيه وتلخبطها مع بعض، يطلع لك عصفوره متوحشه بوش زي الاسد ليه انياب، وتبقى قاعد في جنينتك تنزل عليك العصفوره تاكلك. او ان واحد مثلا يطلع بني ادم وليه راس قطه، او ان تعمل عملية تؤدي الى تكوين كائن نصه كلب ونصه قطة، وانت عارف الكلب لما يشوف قطة او القطة لما تشوف كلب لابد ان تقوم عركة بينهم. فلما تصور بقى ان واحد نصه القداماني كلب ونصه الوراني قطة هيلف ياكل نفسه بقى. فطبعا نشأت هذه الدعاوي، طبعا معظمها زي ما قلنا دعاوي غير مؤسسة على أسس علمية، وطبعا بس بتنشر الخوف والرعب بين الناس. فأتمنى الناس ما يعني تاخد الأمور وتطمئن إلى أن العلم الخطورة ليست فيه ولكن في توظيفه يعني. فأتمنى أكون وصلت الفكرة وأكتفي بهذا القدر.